للمزيد حول استمرار الانتهاكات ضد المدنيين ومرور 6 سنوات على تهجير أهالي جرف الصخر، ينضم إلينا السيد أوس المختار الصحفي العراقي عبر الهاتف من فيينا. سيد أوس، بداية مرحبا بك. اليوم يصادف مرور 6 سنوات على انتهاء العمليات العسكرية في ناحية جرف الصخر، ولا يزال أهالي جرف الصخر يعني نازحين عن ديارهم. ما الأسباب الحقيقية وراء عدم عودة الأهالي إلى بيوتهم رغم مرور 6 سنوات؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الحقيقة أعتقد أن الأهمية الاستراتيجية لمنطقة جرف الصخر هي السبب الرئيسي لهذه الأعمال التي تقوم بها الميليشيات من أعمال تطهير عرقي. يريدون تغيير التركيبة السكانية لمحيط بغداد، هذه هي الغاية الحقيقية لهذه الأعمال. تفريغ المناطق من أكثر من 80,000 من سكان هذه المناطق، سكان هذه القرى، وتهجيرهم بمعسكرات يعيشون بها حياة بائسة. أكثر من 4,000 شخص من عندهم توفى بسبب سوء الخدمات الطبية وانتشار الأمراض وبالذات الكورونا. هو هذا الهدف الحقيقي، تغيير التركيبة السكانية لمناطق محيط بغداد، وتوطين أشخاص آخرين من العراق أو من خارج العراق بهذه المناطق. إذا كانت الميليشيات تمنع الأهالي من العودة إلى بيوتهم في جرف الصخر، كيف ترى موقف القوات الحكومية؟ لا أعتقد أن القوات الحكومية أي سلطة في محاسبة الميليشيات أو تنفيذ أوامر الدولة أو تنفيذ القانون داخل العراق. منطقة جرف الصخر تعتبر قاعدة عسكرية لجيش القدس الإيراني. قاسم سليماني هو الذي أشرف على عمليات العسكرية في جرف الصخر، وأشرف بشكل شخصي على عمليات التصفية وترحيل السكان من هذه المناطق. لذلك هذه المنطقة تعتبر منطقة حمراء على الحكومة العراقية والجيش العراقي، وهي خارج سلطة الدولة، فيها معسكرات ومخازن أسلحة ومعامل لصيانة الأسلحة وحتى مراكز. هذا يعني أن القوات الحكومية يعني متعاونة أم متواطئة؟ كيف تصف موقفها؟ هي المتعاونة والمتواطئة بنفس الوقت. يعني القوات الحكومية هي جزء من الدولة، والميليشيات هي جزء من الدولة. الميليشيات هي أذرع عسكرية للأحزاب التي تحكم العراق. لذلك يعني مثل عملية تقسيم كعكة السلطة داخل الحكومة. الجيش العراقي فقط عراقي بالاسم ولا يملك سلطة. السلطة الحقيقية للميليشيات، السلطة الحقيقية هي لجيش القدس الإيراني الذي يفرض سيطرته على العراق من الشمال وحتى الجنوب. طيب، ناشطون يتداولون مخاطبات حكومية بشأن دفن جثث مجهولة الهوية في بابل. هذه الجرائم، لماذا لا يفتح أو لم نسمع بفتح تحقيق عن ملابسات هذه الجرائم التي تكررت خلال السنوات الأخيرة؟ السبب الحقيقي أن الجميع متورط بهذه الجرائم، الأحزاب السياسية والحكومة العراقية والأجهزة الأمنية العراقية كلها متورطة بمثل هذه الأعمال. فمن يقوم بفتح هذه التحقيقات؟ حتى الأمم المتحدة لديها علاقات جيدة مع الميليشيات، فمن يقوم بمثل هذه التحقيقات؟ الأهمية الأولى والأخيرة للمجتمع الدولي حاليا هو الحفاظ على شرعية الحكومة العراقية. أي طرح لانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الحكومة العراقية يضر بالمصالح الأمريكية والإيرانية بنفس الوقت في العراق. يعني إحلال سكان مكان سكان أصليين في هذه المناطق يعني يحمل أهدافا ربما، يعني ما هي هذه الأهداف؟ الموقع الاستراتيجي لجرف الصخر وقربها من بغداد، يعني حين تستبدل سكان عراقيين أصلاء وعشائر عربية أصيلة من هذه المناطق واستبدالها بأشخاص من خارج الحدود، ربما من إيران أو باكستان أو أفغانستان لا نعلم، لكن هناك خطط تعد من قبل قوى أجنبية لإعادة توطين السكان لتغيير تكوين الديموغرافي العراق، وهذا
لا يقتصر فقط على جرف الصخر، الكثير من الأمثلة موجودة في العراق من الشمال إلى الجنوب، وبالذات بدأت تطبيق هذه الخطة منذ 2016 بالعراق. إذن لماذا لا تتحرك المنظمات الدولية، لا سيما وأن الكثير من الحقائق قد دونت؟ يعني نحن الآن أمام جريمة تهجير وتغيير ديموغرافي مكتملة الأركان، يعني هناك الكثير من المنظمات الحقوقية قامت برصد كل هذه الانتهاكات ولديها شهادات من الأهالي. كما قلت سابقا، النقطة الرئيسية التي يريد المجتمع الدولي أن يحافظ عليها هي شرعية الحكومة العراقية، وبما أنه هكذا جرائم تسقط الشرعية عن الحكومة العراقية، إذن المجتمع الدولي لا يريد أن يحقق في هذه الجرائم. العملية السياسية بالنسبة لأمريكا وإيران هي عملية مهمة جدا للحفاظ على العراق، لإبقاء العراق تحت السيادة الأمريكية الإيرانية. شكرا لك أستاذ أوس المختار الصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.